الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه، الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وسخر لنا الرياح والأنهار والبحار تجري برحمته، فسبحانه سبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقضائه، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وأستاذنا وعظيمنا وأملنا في الشفاعة يوم أن نلقى الله عز وجل، نشهد أنه عبد الله ورسوله أرسله ربه ليكون رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، واجمعنا يا ربنا معهم في مستقر رحمتك في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وما زال اللقاء وما زالت تلك الرحلة المباركة التي أصطحب فيها حضراتكم نحو الدار الآخرة، ومع اللقاء الثالث من تلك اللقاءات العظيمة التي قطع من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأكمله خطيبا في المسلمين من صلاة الفجر حتى صلاة المغرب. وقد تكلمنا بفضل الله وبحوله وقوته في اللقاء الأول عن علامات الساعة الصغرى التي حدثت وانقضى زمانها، وتابعناه في اللقاء الماضي بعلامات الساعة الصغرى التي حدثت وما زالت مستمرة. واليوم بمشيئة الله العلي القدير نتكلم مع حضراتكم عن بعض علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث بعد وفي انتظارها. ومن هذه العلامات التي تنتظرها البشرية مصداقا وتصديقا لأقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم هو عودة جزيرة العرب بأكملها مروجا وأنهارا. صلى على الحبيب. جزيرة العرب التي نراها الآن أيها الأحبة، تلك الصحراء الشاسعة، هذه الصحراء الشاسعة من علامات الساعة أن هذه المساحات من الصحراء الواسعة تتحول بمشيئة الله إلى خضار وزروع وثمار وحدائق غنائة، حتى لا يكون هناك شبر واحد من بلاد العرب ومن جزيرة العرب بالأخص شبر واحد صحاري، ولكن كل الأرض بفضل الله تبارك وتعالى مزروعة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، المال هيبقى كتير جدا جدا ويفيض، يكثر المال ويفيض، فيخرج الرجل زكاة ماله ولا يجد
او يوجد احد يقبلها منه. طلع زكاة ماله وبعدين يقول له خد زكاة، يقول له لا الحمد لله معايا، لو كنت جيت لي امبارح كنت ممكن اخدها من النهارده، لا انا معايا خلاص. المال بقى كثير جدا ويفيض جدا، والراجل يخرج زكاة ماله لا يقبلها احد، ودي علامة من علامات الساعة. وايه كمان؟ وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. طب ده حدث؟ نعم. واحد معايا صلى على الحبيب. كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء بأن شبه الجزيرة العربية بأكملها أيها الأحبة كانت كلها ثمار وأنهار وجناين وحدائق. لما حللوا العلماء تربة الجزيرة العربية وجدوها كذلك. ارجع معي إلى دعوة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الحق تبارك وتعالى لدعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فتحولت شبه الجزيرة العربية بقدرة الله وبفضله وبحوله ومنته كلها إلى مساحات شاسعة من الثمار. ثم لعلهم يشكرون، ثم تحولت هذه المنطقة إلى سحاري، كأن ذلك ربما من عقاب الله تبارك وتعالى علينا، لأننا لا نحرم الزرع ولا الضرع إلا بمعاصينا لله عز وجل. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا ما أكده العلماء عندما حللوا تربة شبه الجزيرة العربية ووجدوها، أن هذه التربة كانت تدري الحرف من قبل وتدري الزروع والثمار من قبل، وهي أرض خصبة غناها كانت من قبل بالزروع والثمار، وكان ذلك قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة الصغرى أن هذه الأرض أيها الأحبة ستعود مرة أخرى غناء تنتج الزروع والثمار. فإذا ما وجدنا أرض شبه الجزيرة العربية وهذا الاتجاه بدأ في التنفيذ، هذا الاتجاه الذي بدأ في التنفيذ أن يكون هناك مشروع لزراعة السحاري في شبه الجزيرة العربية. هنا تكون علامة من علامات الساعة التي لم تحدث، ولكن البشرية في انتظار حدوثها بإذن الله. من علامات الساعة التي لم تحدث بعد وستحدث لا محالة، بلسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، هو انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب. وهنا هناك حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث يقول ان نهر الفرات سيتغير مجراه، سيتحول مجرى الفرات هذا النهر المعروف، عندنا نهرين النيل في مصر والفرات في بلاد الرافدين، هذا الفرات سيتحول ليأخذ مجرى آخر. طيب ما السبب؟ سؤال، ايه السبب اللي هيحول الله تبارك وتعالى نهر الفرات من مجرى الى مجرى آخر؟ هذا المجرى الآخر أراد الله تبارك وتعالى
انتباه الناس لهذا المجرى الجديد لنهر الفرات حتى ينحصر هذا المجرى لينتهي إلى جبل من ذهب. هذا الانحدار والانحراف عن مساره، هذا الانحراف الذي ينحرف نهر الفرات، أينتهي هذا النهر إلى جبل من ذهب. أول من الناس ترى هذا الجبل من الذهب يحصل لهم حاجة من الصعب، وهذا شأن البشرية في كل العصور، التنافس على الدنيا والأموال والذهب وإلى غير ذلك. تتنافس الناس جميعا على هذا الجبل من الذهب، الجميع يطلبه والجميع يريد أن يتملكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس. تتحول إلى معركة كبيرة وقتال عظيم بين الناس. شوف النبي يقول إيه؟ فيقتلوا من كل 199. يا الله، عندما تقتتل الناس على الدنيا على هذا الجبل من الذهب، وكل واحد يريد أن يتملكه، هذه المقاتلة العظيمة والقتال الشرس الرهيب الفظيع من أجل الدنيا، يموت من كل 199، يعني من كل 100 هيفضل ايه؟ واحد. يقول كل رجل وهو لما بيلاقي اخوه عمال يقع وده يموت وده يتقتل وده يتقتل وده يتقتل، يقول كل رجل منهم: لعلي اكون انا الذي انجو. امل، حلم، خيال، وغرهم الامل. يعني انت شايف ان العمليه خلاص، كل 100 يموت 99 وعندك امل. كل واحد يقول: لعلي انا الذي انجو فافوز بهذا الايه الجبل. وتلك علامه ايها الاحبه من علامات الساعه الصغرى التي لم تحدث. ومن العلامات ايضا الساعه الصغرى التي لم تحدث بعد وستحدث لا محاله بصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. إخراج الأرض الكنوز المخبوءة تحتها المستخبية هتطلع. وفي الأحاديث الكثيرة الصحيحة إن هي هتطلع على هيئة أسطوانات من ذهب، تبقى كثيرة جدا جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تقيض الأرض أفلاد كبدها فيمر الصارق. عملية تبقى يعني الذهب ده في رواية أخرى يخرج من الأرض كأمثال الأسطوان. الأسطوان ده حضرتك عامل زي العواميد، المسجد في بعض المساجد العواميد بتاعتها دائرية زي أسطوانة الكمبيوتر كده بالظبط. هيطلع من الأرض ده كميات من الذهب رهيبة كأمثال الأسطوان، تقرها الأرض وتطلعها. حتى نجيب الذهب ده بالنسبة لنا زي التراب، ليس له أي قيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقيض الأرض أفلاد كبدها فيمر السارق. حرامي يمر، السارق يمر، فيقول يستغرب: أفي هذا قطعت يدي؟ في الحاجة اللي ملاش أي قيمة دي قطعت يدي. ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ ويجيء قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي؟ ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء. زهد ما بعد زهد، وقناعة من الناس ما بعد
بحيث يبقى الذهب امامهم مترمي في الشوارع وفي الحواري ولا يلتفت له اي انسان، لدرجه ان يقول السارق يقول يعني فداء قطعت يدي، ويجي القاتل يقول لك فدوة قتلت، ويجي قاطع الرحم يقول فدوة قطعت رحمي. يعني يجي الاخ اللي متخاصم مع اخوه علشان بيت ولا حته ارض ولا فلوس ولا ميراث، وقطع اخوه 20 سنة، واللي قطع اخوه 30 سنة، واللي قطع اخوه لحد ما مات، ولنا لقاء ان شاء الله في ذلك قطيعة الرحم. الفداء فداء قطعت رحمي. سبحان الله، هذه من علامات ايضا الساعة الصغرى التي لم تحدث وستحدث بمشيئة الله عز وجل. ومن علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث بعد هو انتفاخ الأهلة. طبعا حضراتكم عارفين ان الهلال، علشان نعرف غدا الاول ان شاء الله القادم من ربيع الاول ولا لا، العملية صعبة وبتحتاج الى ميكروسكوب مكبر، وبتحتاج الى علماء عشان يطلعوا يرصدوا رؤية الهلال ويقررون. من علامات الساعة الصغرى انتفاخ الأهل، هل يظهر الهلال واضحا بينا مرأة العين، تشوف الناس كلها فتعلم من غير ميكروسكوب ومن غير علماء ومن غير ما استطلاع من العلماء بأول الشهر العربي على الإطلاق، بدون هذه الأشياء خالص يظهر الهلال، بحيث عمر الهلال اليوم يبقى عمره يومين، وعمر اليومين 4 أيام، وعمر ال4 أيام 8 أيام. أيها الأحبة، عندنا كأهل سنة وجماعة يختلف عن المهدي المنتظر عند الشيعة، لأن المهدي المنتظر عند الشيعة يعتقدون أنه موجود تحت سرداب عندهم يسمى ابن عساكر، وأنا لا أتعرض إلى عقيدة الشيعة في المهدي المنتظر، ولكن سنتكلم عن المهدي المنتظر الذي وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كأهل سنة وجماعة. المهدي المنتظر هو أيخرج، وأنا أريد أن أختصر لحضراتكم قصة المهدي المنتظر من خلال الأحاديث الصحيحة فقط. المهدي المنتظر يخرج أيها الأحبة عند انتشار الظلم والجور في الأمة، عندما يظهر الظلم والجور في الأمة انتشارا عظيما يخرج المهدي المنتظر. من هو المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر هو اسمه على اسم نبينا محمد، واسم أبيه على اسم أبو سيدنا النبي محمد، يعني اسمه محمد ابن عبد الله، وهو أيضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من نسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نسل الحسن ابن علي كرم الله وجهه. إذن المهدي المنتظر اسمه على اسم النبي، اسم أبي على اسم أبي النبي، واسمه محمد ابن عبد الله، يخرج من صلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل بيته، من صلب فاطمة، وبالأخص من نسل الحسن ابن علي رضي الله عنه. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يشبه خلقتي، يعني شكله شكل النبي تلك صلى الله عليه وسلم، يشبه خلقتي ولا يشبه خلقي، يشبه خلقتي ولا يشبه خلقي.
لماذا؟ هو شبه النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل، لكن في الأخلاق لا، لأن الله عز وجل لم يعطي ولم يعطي لأحد بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم أخلاقا بهذه العظمة إلا للحبيب محمد. فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس يا محمد أحد من البشر سيأتي حتى ولو كان المهدي المنتظر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. هو القائل: أدبني ربي فأحسن تأديب. ولكن ليس معنى ذلك والعياذ بالله أنه سيء الخلق، كلا، وإنما المهدي المنتظر يحكم الأرض 7 سنوات، يملأ الأرض برا وعدلا، يملأ الأرض برا وعدلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا. ظلم وجور وعدوان. ثم يخرج من عترتي، عترتي أي أهل بيتي، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. يحكم الأرض 7 سنوات، يشبه خلقتي ولا يشبه خلقي، اسمه على اسمي. هذا المهدي المنتظر أيها الأحبة الكرام، الذي سيظهر آخر الزمان ويعتبر بذلك وبظهور المهدي المنتظر قد أتم الله تبارك وتعالى على البشرية كل علامات الساعة الصغرى، لأن بعد المهدي المنتظر مباشرة تظهر أولى علامات الساعة الكبرى، وهو ما سنتحدث فيه وعنه في اللقاء القادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء قدر الله. الحمد لله وكفى حمدا كثيرا طيبا مباركا، ونشهد ان لا اله الا الله شهاده يحفظها لنا وديعه يوم اللقاء، ونشهد ان سيدنا واستاذنا ومعلمنا ومربينا استاذ البشريه جمعاء، نشهد بانه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته وصار على نهجه وخط خطاه وأحب شريعته إلى يوم الدين. أما أيها الأحبة الكرام، تعودنا دائما أن يكون اللقاء الثاني، الخطبة الثانية، إلقاء الدوري على ظاهرة من الظواهر أو حكما فقهيا. والظاهرة التي أراها قد انتشرت بين الناس اليوم هي الغفلة. نعم، الغفلة. الغفلة عن الله عز وجل إلا من رحم ربي. والكل إلا من رحم ربي الآن ينظر إلى الأمور والأحوال نظرة مادية بحتة مجردة. تلك النظرة المادية المجردة تجعله دائما في صراع مع النفس،
وفي صراع مع الناس وفي صراع مع الدنيا. لماذا؟ لأنه نسي الله. نعم، ألم نتكلم كثيرا في الغلاء أحيانا، نتكلم في الأزمة أحيانا، نتكلم في الأزمات الاقتصادية أحيانا، وفي ظل هذا الصراع النفسي اليومي نغفل أو ربما نتغافل أننا جميعا لنا الله. الله فين ربنا؟ فين ربنا في حياتنا؟ فين ربنا في تعاملنا اليومي؟ فين ربنا في إرجاع كل شيء للمسبب؟ أي وسأحكي لحضراتكم قصة بسيطة تعبر عن معنى الرجوع الحقيقي لله تبارك وتعالى. كان هناك صيادا طيبا مؤمنا تقيا ورعا، جمع ابنائه البنات الثلاثة يوما وبيطرح عليهم هذا السؤال: يا بناتي انتوا عارفين ليه السمكة بتقع في الشبكة؟ قالوا له: لا يا ابني لا نعلم. قال لهم: السمكة التي لا تذكر الله هي التي تقع في الشبكة. طول ما السمكة بتذكر ربنا، ربنا حافظها، ربنا رعيها. وهذا مصداق لحديث النبي لنا: لن احفظ الله ايه؟ احفظك، احفظ حدود الله، احفظ اوامر الله، احفظ وحافظ على طاعة الذي يحفظك. السمكة التي لا تذكر الله هي التي تقع في الشبكة. في اليوم الثاني في الصباح اخذ الاب الصياد إحدى بناته للصيد، وكلما أخرج سمكة من البحر وأعطاها لابنته لتضعها في السبت، تأخذ البنت وهي خلف أبيها السمكة ثم تلقيها مرة أخرى في البحر، وظلت البنت هكذا طول اليوم. الصياد يصطاد ويعطي السمكة لابنته وابنته ترمي السمكة مرة أخرى في البحر، وفي آخر النهار قال لهم: يا ابنتي، فوجئ الأب أن السمك خالي، أين السمك؟ قالت: يا أبتي، أما قلت لنا أن السمكة التي تغفل عن ذكر الله هي التي تقع؟ قال: لا بلى، قلت ذلك. قالت: يا أبتي، والله إني كرهت أن نطعم أو نأكل سمكا غافلا عن ذكر الله. مش أبلح، أنا ما بحبهاش السمكة دي، وحشة السمكة اللي ما تذكرش ربنا وغفلت عن ذكر ربنا دي، وحشة، مش أقبل أقولها. انظر إلى عمق الإحساس الإيماني الذي يبثه الأب في قلوب أبنائه، الأب اللي بيخاف من الحرام. أقسم بالله ولاده يخافوا من الحرام. الأب الذي لا تمتد نظره لحرام، الأبناء أوتوماتيك مش محتاجين ألف خطبة ولا ألف درس، مش محتاجين، خلاص. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أباه، اللي تربى عليه بيطلع عليه، كل بئر ينطح بما فيه. البنت خدت
القاعدة الإيمانية دي النبوة أكيد. وشوف الدرس الممتع الماتع اللي الأب بيوجه بيه بناته وأولاده، عايزهم دائما في ذكر من؟ في ذكر الله. قلت له خلاص السمكة اللي ما بتذكرش ربنا دي ما تلزمناش، مش هنبلعها، مش هناكلها، دي وحشة. ومع صدور الأب بابنته لتلقنه أن الدرس قد وصل، عاد إلى البيت. والتفوا بناتي أين السمك؟ اسألوا أختهم. فأخبرتهم فجلسوا حزانا لأن البيت خاويا من طعام يأكلناه. قاعدين طب والعمل؟ طب ونعمل ايه؟ مفيش ولا جنيه في البيت، مفيش ولا لقمه في البيت. احنا الحمد لله يعني، قولوا الحمد لله، الحمد لله يعني. طب مفيش لقمه في البيت، طب مفيش سمكه، طب مفيش دينار ولا دولار، طب مفيش جنيه، نعمل ايه ابدي؟ ربنا يفرجها. يا بناتي لنا الله، خافوش، يخلقنا وينسانا؟ ابدا ابدا مستحيل. دقائق قليله ايها الاحبه، ويمر امير البلاد فيطرق على باب الصياد، يطرق الباب فتفتح له البنت الكبرى، فقال عامل السبيل أريد شربة ماء. دخلت البنت الكبرى وأخرجت كوبا من الماء فشرب أمير البلاد والبنت لا تعرفه. شكر الأمير لهذه البنت صنيعها ثم أعطاها صرة كبيرة من المال. هو كده والله العظيم يا اخويا، هي المسألة كده، هي المسألة كده. ما تقولش منين وفين وليه و و و ملك الملوك إذا وهب فلا تسألنا، دي عقيدتنا اللي المفروض نعيش عليها. ما تقولش ازاي ومنين، كل يوم هو في شأن. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. دخلت البنت بهذه الصورة من الناس فتحوها، فصر الأب وصرت الكبرى لما وجدوا الدراهم والدنانير تلمع ولها بريق، والمال له بريق في القلب وسحر على النفس ولهلهة في العين وقرة في القلب، هكذا شهوة المال. سعد الأب وسعد البنت، ولكن سرعان ما التفتوا ليجدوا البنت الصغرى تبكي. يا الله ما يبكيكي؟ البيت النهارده المفروض يتملى فرح وسرور بهذا الغنى. ده صورة مال تكفينا شهورا وتغنينا عن السؤال. صورة مال اسعدتنا، صورة مال جعلتنا لا نحتاج للغير، صورة مال فرجت عنا كروبنا. ما الذي يبكيك يا ابنتي؟ قالت أبتاه، أبتاه هذا عبد، تقصد الأمير الذي أعطاهم المال، هذا عبد من عباد الله، لما رضي عنا، لما رضي عنا أكرمنا وأسعدنا وكفانا. هذا عبد من عباد الله، لما رضي عنا أسعدنا وكفانا وفرج قربنا. فماذا
الله يعمل معانا ايه؟ ده الواحد لما المدير بتاعه ولا الريس بتاعه ولا اللسطة بتاعه بيبقى راضي عنه، يا سلام ده هيكرمني، ده هيرقيني، ده هيضاعف لي المرتب، ده هيديني منحة آخر الشهر، يبقى سعيد. يسعد العبد برضا العبد عليه، مع أن هذا العبد والله لا يملك لهذا العبد إلا ما قدره الله له. هذا عبد من عباد الله لما رضي عنا أكرمنا وأسعدنا وكفانا، فكيف لو رضي عنا الله؟ لذلك يقول شيخنا الشيخ الشعراوي طيب الله صلاه محمد متولي الشعراوي: اعبدوا الله، اعبدوا الله لا لكي يعطيكم. ما تسأل واحد بيتزنق في حاجة أو عايز من ربنا حاجة يقعد يدعي ويصلي ويعمل، يعبد الله لكي يعطيه. شيخ الشعراوي يقول لك: لا، لا تعبدوا الله لكي يعطيكم، وإنما اعبدوا الله ليرضى عنكم، فإذا ما رضي الله عنكم أعطاكم أعظم مما تطلبون منه. بس يرضى عننا. والله لن يرزقه أحد، ولكن من رازق من؟ الله. يجب أن نعود إلى ذلك النبع، التمسك في طاعة الله تبارك وتعالى والعودة لعبوديته كما ينبغي. هنالك نفرح برضا الله علينا. أسأل المولى العلي القدير أن يجعل مصر وأهلها وشعبها في سخاء ورخاء. اللهم من علينا بالسخاء والرخاء، اللهم من علينا يا ربنا بالسخاء والرخاء، اللهم من علينا يا ربنا بالسخاء والرخاء. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر اللهم لنا ربنا يوم الدين. اللهم يا رب الأرض والسماوات افتح لنا من أبواب رحمتك، افتح لنا من أبواب رحمتك، افتح لنا من أبواب فضلك، افتح لنا من أبواب كرمك، افتح لنا من أبواب جودك، افتح لنا من أبواب رحمتك، افتح لنا من أبواب مغفرتك، افتح لنا من أبواب توبتك. اللهم افتح لنا فتحا مباركا قريبا، اللهم افتح لنا فتحا مباركا قريبا، اللهم افتح لمصر وشعبها وأهلها وسائر المسلمين فتحا قريبا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم واحمل ضعيفهم، اللهم احمل ضعيفهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انقذهم منا هم فيه يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الاسد السفاح المجرم يا رب العالمين، اللهم عليك بهذا الطاغية يا رب العالمين، اللهم عليك بهذا الطاغية يا رب العالمين، اللهم انتقم
من كل طاغية، اللهم انتقم من كل طاغية، اللهم انتقم من كل طاغية، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا وغفرته، ولا مريضا إلا وشفيته، ولا ميتا إلا ورحمت، ولا قائما إلا ورددت، ولا متمرجة سافرة إلا وأديتها للحجاب، ولا تاركا للصلاة إلا وأديته لإقامة الصلاة، ولا مانعا للزكاة إلا وأديته لإخراج الزكاة. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.